وفد سوريا برئاسة الدكتور الجعفري يصل إلى جنيف، وجولة من الحوار السوري تبدأ اليوم برعاية الأمم المتحدة. ديمستارا يدعو إلى التعمق بمواضيع الحل السياسي للأزمة في سوريا دون شروط مسبقة. ولافروف يدعو إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 بما يضمن تمثيل كل أطياف المعارضة في محادثات جنيف. أهلا بكم إلى الساعة الإخبارية. وصل وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري إلى جنيف للمشاركة في الحوار السوري. ومن المقرر أن تبدأ اليوم جولة الحوار السوري الجديدة في جنيف برعاية الأمم المتحدة. وقد أعلن ديمستورا أنه يجب استئناف المحادثات السورية في جنيف دون أي شروط مسبقة، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن 2254 سيكون أساس تلك المحادثات. وقال ديمستورا خلال مؤتمر صحفي إن جهودنا في الجولة الرابعة من المباحثات ستكون مفيدة لأننا جديون ونريد إعطاء فرصة للأفرقاء كي يحاولوا الوصول إلى نوع من الحوار. وأضاف ديمستورا: لا أتوقع الوصول إلى حلول، ولكن أتوقع أن يكون هناك زخم مستمر. وفيما يتعلق بالعملية السياسية قال: لا أتوقع حلولا فورية، لكن أتوقع أن تكون هناك جولات محادثات من شأنها أن تغوص في تفاصيل وعمق الأمور الأساسية المطلوبة لإغلاق العملية السياسية دون شروط مسبقة. ولفت ديمستورا إلى أن اتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا سيساعد بشكل كبير في دعم العملية السياسية. في سياق متصل، دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 فيما يخص تشكيلة المشاركين في محادثات جنيف بما يضمن تمثيل جميع أطياف المعارضة. لا تزال قضية تمثيل المعارضة السورية في جنيف مثار بحث رغم بدء العد التنازلي لانطلاق جلسات المؤتمر. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأرميني أكد أن جولة الحوار المرتقبة في جنيف ستعقد بفضل الزخم الذي أوجده لقاء أستانا، داعيا إلى تمثيل كل أطياف المعارضة السورية في جنيف. ندعو لتمثيل كل أطياف المعارضة السورية، ونحن لا نرى أن التشكيلة الحالية في جنيف قد تعرقل مسار جنيف، كما يجب مناقشة المبادرات المتعلقة بسوريا مع الحكومة السورية. من جهة ثانية وخلال مؤتمر صحفي، حذرت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من أي محاولات للخداع في سياق المفاوضات السورية القادمة في جنيف، مؤكدة أن ذلك سيؤثر سلبا على ديمومة ونتائج العملية السياسية. زاخاروفا اعتبرت أن التمثيل الواسع للمعارضة السورية هو شرط أساسي لنجاح مباحثات جنيف، مؤكدة أن التجربة الإيجابية التي حققها اجتماعا أستانا ستساهم في المستقبل في دعم العملية السياسية. الشرط الضروري لنجاح الحوار في جنيف يكمن في ضمان طابع واسع التمثيل لوفد المعارضة السورية وفق مقتضيات القرار الدولي رقم 2254. الدبلوماسية الروسية أكدت أن الجيش الروسي سيواصل تقديم الدعم إلى الجيش العربي السوري في محاربته تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين، كاشفة أن العسكريين الروس في سوريا جمعوا كميات هائلة من الأدلة حول عمليات القتل والتعذيب التي ارتكبها الإرهابيون. على صعيد آخر وأمام مجلس الدوما، أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن المشاركة الروسية في الحرب على الإرهاب بسوريا حققت عددا من الأهداف الجيوسياسية، بالإضافة إلى إلحاق ضرر كبير بالتنظيمات الإرهابية وإعاقة منظومة التغذية المالية وتدفق الموارد إلى تلك التنظيمات.
أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني استمرار دعم بلاده لسوريا في مختلف المجالات، مشددا على أن إحلال السلام والاستقرار في سوريا يصب في صالح فلسطين والمنطقة. وهنأ الرئيس روحاني خلال لقائه في طهران رئيسة مجلس الشعب الدكتورة هدية عباس، هنأها بالانتصارات التي يحققها أبطال الجيش العربي السوري والشعب في سوريا في مواجهة الإرهابيين، مشيرا إلى أن إيران وكما في السابق تقف إلى جانب الشعب السوري في مكافحة الإرهاب وتدعم المحادثات السورية. من جانبها أعربت الدكتورة عباس عن تقدير الحكومة السورية والشعب السوري للرئيس روحاني لدعم إيران المتواصل لسوريا، مؤكدة أنه كان لهذا الدعم الدور الكبير في الإنجازات والانتصارات المحققة. وبمشاركة الدكتورة هدية عباس اختتمت في طهران أعمال المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية، الذي ناقش على مدى يومين التحديات الدولية والإقليمية أمام القضية الفلسطينية، إضافة إلى تكريس مبدأ الوحدة وإنهاء الانقسام في الأمة الإسلامية وحشد الطاقات لدعم الشعب الفلسطيني. تضمن البيان الختامي للمؤتمر مواقف مهمة، منها أن المشاركين من نحو 80 دولة بينها سوريا اتفقوا على ضرورة تعبئة كل الطاقات والإمكانيات للدفاع عن الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني وإيجاد أرضية ملائمة لشجب الجرائم غير الإنسانية وغير الشرعية للكيان الصهيوني المحتل في الأوساط الدولية. وأشار البيان إلى ضرورة استمرار الجهود لإنهاء 7 عقود من احتلال الكيان الصهيوني للأرض الفلسطينية والمحافظة على وحدة التراب الفلسطيني التاريخية من البحر إلى النهر وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف. وندد المشاركون في المؤتمر باستمرار الخطوات الصهيونية لتهويد القدس وتغيير معالمها وهويتها التاريخية، مؤكدين دعم قرار اليونسكو في عدم وجود أي حق لكيان الاحتلال في القدس. وشدد البيان على ضرورة شجب السياسة الصهيونية في إبادة الفلسطينيين وتشريدهم وحرق وقتل الأطفال. وطالب البيان بدور فعال للبرلمانات لمحاكمة الصهاينة في المحاكم الدولية. وأعلن البيان الدعم الشامل للمقاومة الفلسطينية وكل الجهود التي تريد توحيد الصف الفلسطيني وإيجاد وحدة بين التيارات الفلسطينية حول محور الانتفاضة باعتبارها رمزاً وشعاراً للانتصار. وأكد البيان ضرورة توفير المساعدات الشاملة للشعب الفلسطيني ودعم المقاومة. وطالب المشاركون بضرورة تأمين صمود المقاومة اللبنانية ضد المحتلين الصهاينة وتأكيد على وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني والعمل لتحرير كل الأراضي المحتلة بما فيها الجولان السوري. نفذت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة وبتغطية من الطيران الحربي، نفذت عمليات مكثفة على تجمعات تنظيم داعش في مدينة دير الزور ومحيطها. ففي منطقة المقابر على الأطراف الجنوبية للمدينة، نفذت وحدات الجيش عمليات دقيقة ضد بؤر ونقاط تسلل إرهابي داعش، وسعت خلالها نطاق سيطرتها باتجاه الطريق الواصل بين مطار دير الزور والأحياء السكنية في المدينة. وأسفرت العمليات في المنطقة عن تدمير آليتين للإرهابيين والسيطرة النارية على إحدى التلال الحاكمة المشرفة على نقاط تحصن وانتشار الإرهابيين على طريق المطار. في أول اعتراف رسمي بالعلاقة العضوية التي تربط كيان الاحتلال الإسرائيلي بالتنظيمات الإرهابية في سوريا، أقر وزير الحرب السابق موشاي علون بالتنسيق القائم بين كيانه وهذه التنظيمات وخصوصا الموجودة منها في المناطق القريبة من الجولان السوري المحتل. وحدة الهدف في الحرب ضد سوريا بين الكيان الصهيوني والتنظيمات الإرهابية لم تعد تخفى على أحد، والعلاقة بين الإرهاب الصهيوني والإرهاب التكفيري باتت واضحة من خلال الدعم العسكري والاستخباراتي المباشر الذي تقدمه إسرائيل لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي في محافظتي درعا والقنيطرة. وزير الحرب الصهيوني السابق موشاي علون أقر علنا ورسميا بالتنسيق القائم بين كيانه والتنظيمات الإرهابية، مشيرا إلى التزام هذه التنظيمات بعدم السماح لأحد بالاقتراب من السياج الحدودي وعدم تنفيذ أي عملية ضد كيان الاحتلال.
وسائل الإعلام الصهيونية اعتبرت كلام يعلون أول اعتراف رسمي بخصوص التنسيق مع التنظيمات الإرهابية، وأكدت أنه للمرة الأولى تعترف إسرائيل أن لديها تعاونا أو تنسيقا أمنيا مع من سمتهم منظمات المعارضة المسلحة في الجولان فيما يتعلق بانتشارهم. معالجة الإرهابيين في مشافي الاحتلال وقيام طيران العدو بالاعتداء على مواقع الجيش العربي السوري بعد كل انتصار يحققه في مواجهة الإرهاب، وزيارات متزعمي المعارضة للكيان المحتل، كلها من مظاهر التعاون القائمة، ولكن ما خفي أعظم، حيث يعمل الكيان الصهيوني منذ 6 سنوات بالتنسيق مع محور العدوان والإرهاب بزعامة الولايات المتحدة للنيل من سوريا ومحور المقاومة. ساعتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل. سلطات الاحتلال تؤجل جلسة محاكمة عميد الأسرى السوريين في سجون الاحتلال المناضل صدق المقدم إلى آذار القادم. نلقاكم بعد الفاصل. للعلا وارفع سلاحك شامخا، فالعز يطلب أهله مسترشدا. هذه الحياة تواترت أمجادها، فكن الذي يهب البطولة سؤددا. هذا الزناد تناثرت نيرانه حمما على الأعداء يصحبها الردى. لسنا الذين يهادنون عدونا، فالنصر غايتنا وإن ضاق المدى. سلطات الاحتلال تؤجل جلسة محاكمة عميد الأسرى السوريين في سجون الاحتلال المناضل صدق المقدم إلى آذار القادم. القوات العراقية تستعيد السيطرة على قرى عدة غرب الموصل، وسلاح الجو العراقي يدخل بقوة في المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي. قوات الاحتلال تصادر مئات الدنومات من أراضي الفلسطينيين لإقامة 2000 وحدة استيطانية شرق القدس المحتلة. حياكم الله من جديد. استكمالا لممارساتها العنصرية بحق أهلنا في الجولان السوري المحتل، أجلت ما يسمى المحكمة العسكرية لسلطات الاحتلال جلسة محاكمة عميد الأسرى السوريين في سجونها المناضل صدق سليمان المقد إلى 28 من شهر آذار القادم. هنا يسود الهدوء فيثير صمتنا لننبش ما في القلوب، ونتحدث عن سيرة مناضل له في الصمود والتحدي صولات وجولات، أكثر من 50 جلسة على مدار عامين لمانديلا سوريا الذي اعتقل من قبل سلطات الاحتلال ليدخل عامه 30 خلف عتمة الزنازين. محاكمات صدقي هي محاكمات انتقام من أهل الجولان، من مواقفهم من الوطنية، من انتمائهم لوطنهم، من أجل طمس قضية الجولان وقضيتنا كعرب سوريين. نحن بنرفض الاحتلال وبنرفض محاكمه ولا نعترف فيه، ومهما ماطلوا ومهما اعتقلوا ما بيرهبونا وما بيثنونا ولا عن عزيمتنا مقاومتنا لهذا المحتل. نحن نقف إلى جانب هذا الأخ، إلى جانب هذا الأسير الذي قضى من عمره ما يقارب 30 عاما، يعتقل المرة الثانية فقط من أجل تقييد حريته
وحرية الإخوة المناضلين الذين يعيشون في الهضبة السورية هضبة الجولان. في سياق متصل تناولت المحكمة الصهيونية ملخصا عاما لمحاكمة المقت السورية ما يعني أن النطق بالحكم قد اقترب، ومن المتوقع أن تنتهي المحاكمة في جلسة أو جلستين على أكثر تعديل. قضية صدق المقت هي قضية وطنية قومية عروبية فلسطينية بالأساس. قرارات المحكمة الصهيونية تعتمد على توصيات جهاز الأمن الصهيوني ليتم تغليفه بإطر قانونية لا تعتمد على حيثيات الاعتقال وضرورته وشرعيته للمناضلين. مسيرة طويلة من الصمود مثلها المناضل صدق الماقت بصبره وصموده ليعكس واقع الجولانيين في ظل الاحتلال. للإخبارية السورية عماد المرعي، فلسطين المحتلة. في سياق متصل، نظمت لجنة دعم الأسرى المحررين والمعتقلين السوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في دمشق تضامنا مع الأسير صدقي سليمان المقت. 27 عاما قضاها عميد الأسرى السوريين صدقي المقت في سجون الاحتلال الإسرائيلي ليعانق الحرية بعدها، ولكن لم يهنأ طويلا. العدو الإسرائيلي غادر بقرار حريته واعتقله من جديد في 25 من شباط 2015 وما زال في سجون الاحتلال حتى الآن. لجنة دعم الأسرى المحررين والمعتقلين السوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في دمشق تضامنا مع الأسير صدقي المقت وتنديدا بتأجيل محاكمته. تنديدا بالممارسات الصهيونية بحق أسرانا العرب بشكل عام والأسرى السوريين بشكل خاص في معتقلات الأسرى الصهيوني، نقيم هذا الاعتصام الجماهيري والشعبي أمام مقر بعثة الصليب الأحمر الدولي بدمشق للتضامن مع عميد الأسرى السوريين صدقي سليمان المقت الذي اعتقل منذ تاريخ 25/2/2015 بعد أن أمضى 27 عاما في معتقلات الأسرى الصهيوني، وما زالت سلطات الاحتلال تمدد توقيفه بشكل مستمر. بعد أن خرج من السجن قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقاله مجددا نتيجة لمواقفه الوطنية المشرفة. طبعا نحن وجودنا هذا اليوم هو رسالة للمجتمع الدولي، هو رسالة للمنظمات الإنسانية من أجل الضغط على الكيان الصهيوني، حيث يعتبر بأن اعتقال الأسير صدقي المقت جاء مخالفا لكل القوانين والأعراف الدولية. نستنكر كل عمل من قبل السلطات الصهيونية اتجاه أسرانا في سجون الاحتلال على صعيد أسرانا الفلسطينيين أو أهل الجولان، ونحن نعتبر أن الجولان كله أسير الاحتلال الإسرائيلي وخاصة أسرانا في سجون الاحتلال. اللجنة قدمت رسالة إلى بعثة الصليب الأحمر الدولي تطالب من خلالها المنظمات الدولية بالقيام بواجباتها بالضغط على سلطات الاحتلال لإطلاق سراح المناضل صدق المقت على الفور وجميع الأسرى السوريين من أبناء الجولان السوري المحتل. اللجنة الدولية للصليب الأحمر موجودة في البلدان المجاورة وكانت تعمل على متابعة أمور الأسرى دائما. نشكر زيارتكم، وبالتأكيد سنعمل على نقل هذه الرسالة لزملائنا من أجل الضغط على السلطات الإسرائيلية لحل المشكلة. المحتشدون أكدوا بوقفتهم أن استمرار هذا الاعتقال لن يزيد عميد الأسرى ورفاقه إلا صلابة ومنعة وإرادة في مواجهة الاحتلال الصهيوني. لقت التصريحات الأخيرة للسيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله دعما كبيرا في الأوساط السياسية اللبنانية تجاه تحذيره للكيان الصهيوني من الاعتداء على لبنان. مراسلتنا نور الحاج والتفاصيل. مخطئون عندما تفترضون أن معلوماتكم كافية لشن حرب جديدة على لبنان، وستفاجؤون بما نخفيه، فما نخفيه سيغير مسار أي حرب أو حماقة تقدمون عليها. هذا هو كلام السيد حسن نصر الله في آخر إطلالة له، كلام جعل من الإسرائيليين متخبطين، لا سيما بعد تصريح رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون بأن أي محاولة إسرائيلية للنيل من سيادة اللبنانية ستجد الرد المناسب. التهديدات الإسرائيلية لحزب الله هي تهديدات جدية، ولكنني لا أعتقد
أنها ستذهب باتجاه القيام بإحداث حروب معينة، أي معركة لا تنتهي بشكل واضح بانتصار واضح وبحسم واضح لتفكيك بنية حزب الله وإلحاق الهزيمة لحزب الله ستعتبر هزيمة لإسرائيل. انتصارات حققتها المقاومة في لبنان كانت الرادعة لأي تهديد يأتي من الكيان، ففي الحروب السابقة التزمت المقاومة الخطوط الحمر ولم تقصف حاويات الأمونيا في حيفا كما قالها أمين عام حزب الله. الزمن الذي كانت فيه إسرائيل تمارس سياستها العدوانية ضد بلدنا من دون رادع قد ولى إلى غير رجعة، مطلقا معادلة الدولة القوية التي لا يمكن إلا أن تكون قوام العهد القوي. لم يمر يوم واحد منذ عام 2006 لا تفكر بالعدوان على لبنان تحت هدف الانتقام للهزيمة التي ألحقت بها عام 2006. لا شك أنها ستقيم كل المبررات والظروف التي تهيئ لهذا العدوان. نوايا إسرائيل العدوانية واضحة، استهدافاتها واضحة، ولكن في الوقت عيني إسرائيل تعلم جيدا أن استنفار حزب الله وجهوزيته واستعداداته هي على قدم وساق، لدرجة أنه لن يكون هناك شيء اسمه حرب خاطفة تنال من حزب الله. نحن كشعب صامد هون من أهالي جنوب، يعني إسرائيل بعيدة عننا كيلو ونص متر، مثل ما نك شايفي مثلا الحدود قدامنا. نحن لا بنخاف من تهديدات إسرائيل ولا من غير إسرائيل، لأنه نحن أصحاب الأرض هون، واللي بيفرط بأرضه بيفرط بعرضه. تل أبيب باتت مقتنعة أن أثماناً باهظة سيدفعها الإسرائيليون في حال نشوب حرب مع المقاومة اللبنانية، وحتى لو أعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإذن لرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو أو شجعه على شن حرب ضد لبنان فهذا لن يخيف المقاومة، فلم يعد الأمر مجرد نزهة كما كانت تقول. حزب الله بات يشكل خطرا حقيقيا يهدد الكيان الصهيوني، وإسرائيل هي العدو الأساسي لطالما تحتل الأراضي الفلسطينية، وعلى هذا العدو أن يثق بقدرة المقاومة على هزيمته في أي حرب قادمة. نور الحاج، الإخبارية السورية، من على مشارف فلسطين المحتلة جنوب لبنان. دفاع وأسناد القوات المسلحة في إيران العميد حسين دقان أن الحكومة الأمريكية السابقة وبشهادة ترامب أنشأت الإرهابيين التكفيريين الذين يشكلون أكبر خطر للمنطقة والعالم. الإرهاب والجماعات التكفيرية تشكل أكبر خطر في المنطقة والعالم، والحكومة الأمريكية السابقة بشهادة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الحالي دونالد ترامب هي التي أنشأت الإرهابيين التكفيريين، هذا ما أكده وزير الدفاع وأسناد القوى المسلحة في إيران العميد حسين دهقان، موضحا إلى أن الرأي العام العالمي يجب أن يعرف ويحكم على من يدعم الإرهاب. دهقان تساءل كيف يمكن أن تكون الجمهورية الإسلامية الإيرانية وظفت كافة طاقاتها لمكافحة الإرهاب وتتهم بأن تكون تهديدا، في حين أن الإدارة الأمريكية اعترفت بنفسها بأنها أنشأت تنظيم داعش الإرهابي وكافة ملحقاته التكفيرية في المنطقة والعالم. وزير الدفاع الإيراني حذر الكيان الصهيوني من المحاولات المستميتة لتأسيس حلف ضد إيران، مؤكدا أن جميع المحاولات الصهيونية لن تجدي نفعا ولن تؤدي إلى تراجع الجمهورية الإسلامية عن القيم الفلسطينية والمطالبة بتحرير القدس الشريف. وفيما يخص الجرائم الوحشية للكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني على مر الأعوام الستين الماضية، أكد العميد دهقان أن شعوب العالم وخاصة الشعب الفلسطيني لن ينسى أبدا هذه الجرائم الوحشية، ولن يتناسى أن الكيان الإسرائيلي هو المصدر الأساسي للحروب والاضطرابات والاغتيالات والجرائم في المنطقة. وزير الدفاع الإيراني دعا الإدارة الأمريكية الجديدة إلى الاهتمام بشؤون بلاده المتدهورة والكف عن السياسات التي تنشئ تنظيمات تكفيرية كداعش والنصرة ومن لف لفيفها بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. استعادت القوات العراقية السيطرة الكاملة على قرية الشريعة الشمالية جنوب غرب تل عفر غرب الموصل في محافظة نينوى، وسلاح الجو العراقي يدخل بقوة في المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي. بالتوازي مع التقدم الذي تحققه القوات العراقية والحشد الشعبي غرب الموصل،
يدخل سلاح الجو بقوة في المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي. وبعد إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي بدء المرحلة الثانية من تحرير الجانب الأيمن من المدينة في 19 من الجاري، مصدر عراقي أعلن تنفيذ ضربة جوية موجعة ضد رتل كامل مكون من 10 عربات محملة بالعتاد والإرهابيين لما يسمى كتيبة النخبة في تنظيم داعش الإرهابي، كانت في طريقها إلى مطار الموصل. وفي إطار الهجوم الواسع للقوات العراقية والحشد الشعبي، تم الإعلان عن استعادة السيطرة على قرية الشريعة الشمالية غرب الموصل ومحاصرة بلدة العبرة الجنوبية من جميع المحاور بعد تفجير سيارتين مفخختين على مشارفها. الفريق الركن عبد الأمير يار الله قائد عمليات قادمون يا نينوى أكد أن القوات الأمنية العراقية صارت على مشارف مطار الموصل، وأن مواقع التنظيم في معسكر الغزلانية غرب الموصل انهارت، وأن العشرات من الإرهابيين فروا من مواقعهم بعد تعرضهم لقصف عنيف. معركة الموصل تمضي إلى منتهاها، وتنظيم داعش يسعى لتأخير هزيمته الكاملة من خلال استهداف المدنيين العراقيين في المناطق الآمنة والسعي إلى نشر الرعب والخوف في أماكن تواجده واستخدام السكان دروعاً بشرية. ولكن كل هذه الأساليب لن تمنع القوات العراقية من التقدم باتجاه هدفها المحدد، وهو تحرير مدينة الموصل من إرهابي داعش. صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي 250 دنماً من أراضي المواطنين الفلسطينيين لإقامة 2000 وحدة استيطانية شرق القدس، وأقدمت على تجريف الأراضي الزراعية في وادي قانا. خليل إبراهيم والتفاصيل. إمعاناً في سرقة الأراضي الفلسطينية وتجاهلاً للعديد من القرارات الدولية التي تؤكد على عدم قانونية المستوطنات وعدم شرعيتها، إلا أن الحكومة الصهيونية قررت مصادرة 250 دنماً من أراضي شرق القدس المحتلة بهدف توسيع الاستيطان. مصادر صهيونية كشفت أن الأراضي المصادرة ستخصص لإقامة حي جديد يدعى موردوت أرنونة، يضم أكثر من 2000 وحدة استيطانية جديدة. مخططات التوسع الاستيطاني تزامنت مع قيام جرافات الاحتلال بتجريف مساحات واسعة من بلدة ديرستيا في وادي قانا قضاء سلفيت والضفة الغربية المحتلة بهدف توسيع المخطط الهيكلي للمستوطنة وبناء ما يقرب من 200 وحدة استيطانية جديدة. يذكر أن 8 مستوطنات تحيط بوادي قانا الذي يعده الاحتلال محمية طبيعية تتوسع على حساب أراضي المزارعين الفلسطينيين. الكيان الصهيوني يعمل في السر والعلن على استغلال الضوء الأخضر الأمريكي الذي يمنح الاحتلال الاستمرار في توسعه الاستيطاني داخل الأراضي الفلسطينية وتوظيفه لمصلحة مخططه الرامي لتصفية القضية الفلسطينية عبر طرح المزيد من المشاريع الاستيطانية والتهويدية. وتتابعونا في الساعة بعد الفاصل. ضمن إطار المصالحات المحلية، تسوية أوضاع العشرات من أبناء مدينة سرغاية بريف دمشق. ابقوا معنا. ضمن إطار المصالحات المحلية، تسوية أوضاع العشرات من أبناء مدينة سرغاية بريف دمشق.
وزير الخارجية النمساوي يحذر من خطورة المساس بالاتفاق النووي مع إيران لأن إلغاؤه يشكل خطرا على المنطقة. منظمة العفو الدولية تنتقد حملة القمع المتواصلة التي يشنها النظام التركي لتصفية خصومه ومعارضيه. حياكم الله. ضمن إطار المصالحات المحلية تم تسوية أوضاع العشرات من أبناء مدينة سرغاية بريف دمشق بعد أن قاموا بتسليم أنفسهم وأسلحتهم للجهات المختصة. بلدة سرغاية الواقعة في الريف الغربي لريف دمشق تنضم إلى قافلة البلدات والقرى التي تمت تسويات فيها. العشرات من أبناء البلدة قاموا بتسليم أسلحتهم وتسوية أوضاعهم بموجب قرار العفو رقم 15 لعام 2016، ويذكر أنه قبل يومين تم إخراج العشرات من المسلحين مع عائلاتهم إلى محافظة إدلب. نبارك لأهلنا في مدينة سرغاية عودتها إلى حضن الوطن، وتمت مصالحة مع أهالي مدينة سرغاية. طبعا أهالي مدينة سرغاية هون كلهم مع الدولة بالكامل، ولكن كانوا محتجزين لدى بعض الغرباء عن هذه المنطقة اللي تم ترحيلهم بالأمس باتجاه إدلب. لا يمكن الوصول إلى المصالحات المحلية من دون إنجازات الجيش العربي السوري التي فرضت كلمتها أمام العالم أجمع، وفرضت قوة الجيش العربي السوري الذي دافع عن سوريا وحارب الإرهاب. الذين غادرهم من الغرباء وعددهم بحدود 180 واحد، حاولوا في البداية طبعا أن يأخذوا الناس كرهائن، وحاولوا جر الناس إلى مستنقع الغدر والخيانة الذين يعيشون فيه، لكنهم خسئوا ولم يستطيعوا أن يحققوا شيئا. أهالي البلدة أكدوا على أهمية هذا المسار من المصالحات والتسويات بالتوازي مع عمليات الميدان. نحن هلأ طلعوا الغرباء من عندنا من سرغاية، ونحن صفينا هون عندنا لا يتجاوز 12-13 واحد من سرغاية كمان طلعوا، وما عندنا أي مشكلة بعد بهالبلد نهائيا، لا من قريب ولا من بعيد. طبعا نحن اليوم عندنا عرس وطني، نتمنى أنه هذا يعم على كافة أنحاء سوريا بالأمن والهدوء والاستقرار، وعودة هؤلاء اللي كانوا مسلحين بدنا نسميهم هلأ من أهالي بلدة سرغاية وغرر فيهم وعادوا إلى حضن الوطن. السلاح أنه يبقى لحماية هاي البلدة، وهلا يعني بعد ما انتهت كل البؤر المسلحين حوالينا، نحن حبينا نيجي نسوي وضعنا ونستفيد من مكرمة السيد الرئيس ونحافظ على هاي البلد ونستمر معهم بنفس النهج. حاولنا قدر الإمكان من خلال تواجدنا عناصر مغفر شرطة سرغاية وناحية سرغاية داخل هذه البلدة بالتواصل مع الفعاليات الشعبية والمنظمات والوجهاء الشرفاء الوطنيين اللي كان لهم أثر إيجابي جدا في التواصل مع المجموعات المسلحة وإرساء الأمن والاستقرار. في سياق متصل، قام محافظ ريف دمشق المهندس علاء إبراهيم بجولة تفقدية في مناطق عدة بريف المحافظة منها عين حور وبلودان، كما تفقد معمل بقين للمياه. نحن خلال نستفيد دائما من جولاتنا اللي بنقوم فيها للمناطق ريف دمشق، قمنا أنا ورفيقي أمين فرع الحزب بجولة إلى عين حور وإلى بلودان، طلعنا على واقع الخدمات ببلودان. الواقع جيد، ولكن بحاجة في موضوع النظافة، شفت في تقصير في موضوع النظافة، إن شاء الله بدنا يتعالج هذا الموضوع، ورح يكون لنا جولات إن شاء الله بعد عودة كل المناطق آمنة إلى كل مناطق ريف دمشق لتقديم ما يلزم من المحافظة، وإن شاء الله في المناطق المحررة رح تعود كل الخدمات إلى قريباً. حذر وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس من خطورة المساس بالاتفاق النووي مع إيران لأن إلغاؤه لا يشكل خطرا على المنطقة فقط بل على العالم برمته. تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة بشأن الاتفاق النووي
وخطورة المساس بالاتفاق. تحذير جاء على لسان وزير الخارجية النمساوي سيبستيان كورتيس. الوزير كورتيس أكد أن إلغاء الاتفاق لا يشكل خطراً على المنطقة فحسب، بل على العالم، معرباً عن قلقه من رغبة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الخوض ببعض القضايا الدولية، محذراً من الدعوات التي تطلقها إدارة ترامب ضد إيران والتي قد تؤدي إلى عواقب سلبية. من جهة ثانية، وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية عباس عرقجي اعتبر أن كل أنواع العقوبات التي فرضت على إيران ألغيت بفعل خطة العمل المشترك، وأن إيران انتزعت مكاسب وإنجازات الاتفاق النووي من أمريكا بالقوة، وأشار إلى أن الهدف من الاتفاق النووي هو إلغاء الحظر الذي يتعلق بالمشروع النووي الإيراني وإزالة العراقيل التي تعترض انطلاق الاقتصاد الإيراني. وكان الرئيس الأرمني سيرج سيركسيان أكد أن الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1 يعتبر أحد أفضل الاتفاقات الدولية في الآونة الأخيرة، داعياً لرصد جميع التطورات المرتبطة بهذا الاتفاق. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني كانت هي الأخرى، دعت جميع الأطراف لتنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة حول الاتفاق النووي الإيراني بشكل كامل وفعال حتى اكتمالها، مشددة على ضرورة التزام جميع الأطراف بتعهداتها في إطار هذا الاتفاق. تهديدات ترامب على خطورتها لن تؤثر على إيران وحدها بحال نفذت، بل ستثير عاصفة قوية من ردود الفعل الدولية، لأن الاتفاق النووي لم يوقع بين إيران وأمريكا، إنما هو اتفاق دولي وقع بين إيران والأمم المتحدة، وعلى إدارة ترامب أن تعي هذا الواقع. انتقدت منظمة العفو الدولية حملة القمع المتواصلة التي يشنها النظام التركي لتصفية خصومه ومعارضيه السياسيين والعسكريين، فيما كشف سياسي تركي أن أردوغان يتبع سياسات استبدادية فاشية على الصعيد الداخلي وسياسة استعمارية عثمانية على الصعيد الخارجي. النظام التركي يستمر في انتهاكاته لحقوق الإنسان، مستغلاً محاولة الانقلاب من خلال تنفيذه حملات الاعتقالات والإقالات بحق الشعب التركي والتحكم بكل مفاصل البلاد. لتثير سياسات أردوغان قلق الكثير من معارضيه، خاصة أنها اكتسبت طابعاً استبدادياً فاشياً على الصعيد الداخلي واستعماريا عثمانيا على الصعيد الخارجي. مدير مكتب رئيس النظام الأسبق تورهان جوماز أكد في مقابلة مع قناة ميديا سكوب أن الكثير من الأطباء ورجال الأعمال وأساتذة الجامعات يهربون من تركيا التي لم يعد فيها أي مستقبل لأي إنسان يهمه كرامته. أناشد الذين بقوا في حزب العدالة والتنمية بالتصدي لهذا المسار الخطير ومنع أردوغان من تنفيذ مشاريعه الخطيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي، خاصة أن أردوغان كان من مؤيدي الاحتلال الأمريكي للعراق، كما كان دائما حليفا لواشنطن في جميع مشاريعها الإقليمية. منظمة العفو الدولية من جهتها انتقدت حملة القمع المتواصلة التي يشنها النظام التركي لتصفية خصومه ومعارضيه السياسيين والعسكريين، متذرعاً بمحاولة الانقلاب في تموز الماضي، وأشارت إلى أن سجل تركيا في انتهاكات حقوق الإنسان كان الأسوأ في العام 2016. كما أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مراراً ارتكاب النظام التركي انتهاكات خطيرة واتباعه ممارسات التعذيب والقمع ضد المعتقلين في سجونه، لكن تقارير المحكمة وغيرها من المنظمات الدولية بهذا الشأن لم تلقى أي آذان صاغية لدى حلفاء أردوغان الدوليين وعلى رأسهم الولايات المتحدة وبريطانيا. تبنت الحكومة الألمانية مشروع قانون يهدف إلى تسريع عملية طرد الآلاف من طالبي اللجوء الذين رفضت ملفاتهم في ألمانيا، وخاصة الذين ارتكبوا أعمالا إرهابية مثل منفذ اعتداء برلين الذي أدى إلى مقتل أكثر من 12 شخصا إثر دهسهم بسيارة شاحنة. مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تسريع عمليات طرد آلاف من طالبي اللجوء الذين رفضت ملفاتهم تبنته الحكومة الألمانية.
في حين يتسع الجدل في البلاد بشأن إعادة مهاجرين إلى أفغانستان. وكانت هذه الإجراءات التي اتخذتها حكومة أنجيلا ميركل وما زال يتحتم إقرارها في البرلمان موضع اتفاق مبدئي قبل أسبوعين بين المقاطعات المسؤولة عن تطبيق عمليات الطرد والحكومة الاتحادية. ميركل تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى إظهار حزمها في وقت تواجه انتقادات كثيرة حتى داخل معسكرها المحافظ لفتحها الباب أمام أكثر من مليون مهاجر في عامي 2015 و16. مشروع القانون ينص على تسريع وتسهيل طرد طالبي اللجوء الذين ترفض ملفاتهم على غرار منفذ اعتداء برلين التونسي أنيس العامري. كما أجاز مشروع القانون للسلطات إمكانية الاطلاع على المعطيات في الهاتف الجوال لطالب اللجوء في حال الشك في هويته. وانتقد حزب دي لينكي المعارض هذا الإجراء مشيرا إلى أن الهواتف الجوال والحواسيب المحمولة تدخل في دائرة الحياة الخاصة الحساسة، في حين طلب رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي كريستيان ليندر ضمانات متينة. وفي هذا السياق ذاته احتدم الجدل بشأن عمليات طرد متزايدة لطالبي اللجوء الأفغان. سؤال برسم الإجابة للمسؤولين الألمان، من هم الذين يطالهم الطرد؟ وهل وضع الناس الذين ينتمون لأصل أو معتقد بعينه ينطبق عليهم مشروع القانون؟ إنها عنصرية الغرب المبطنة. إلى العناوين. وفد سوريا برئاسة الدكتور الجعفري يصل إلى جنيف، وجملة من الحوار السوري تبدأ اليوم برعاية الأمم المتحدة. ديمستورا يدعو إلى التعمق بمواضيع الحل السياسي للأزمة في سوريا دون شروط مسبقة. لافروف يدعو إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 بما يضمن تمثيل كل أطياف المعارضة في محادثات جنيف. القوات العراقية تستعيد السيطرة على قرى عدة غرب الموصل، وسلاح الجو العراقي يدخل بقوة في المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي. وفي الساعة، منظمة العفو الدولية تنتقد حملة القمع المتواصلة التي يشنها النظام التركي لتصفية خصومه ومعارضيه السياسيين والعسكريين. الساعة الإخبارية انتهت، برعاية الله المحمد.